إلى أين أنتم ذاهبون بكل هذه السرعة يا رفاق؟ أوه، ذاهبون إلى ميدان السباق للمشاركة في السباق الكبير؟ أوه لا، الجسر متحطم. نتصل بالشاحنة الخارقة؟ فكرة رائعة كيتي. كارل، جسر الطريق السريع متحطم، وكيتي وجيري عالقان، هل يمكنك مساعدتهما؟ إلى ماذا ستتحول؟ الرجل الخارق مذهل. رائع. واو، سرعة خارقة. يا رفاق لا تقلقوا، الشاحنة الخارقة هنا لمساعدتكم. هذا لا يصدق. هيا يا رفاق، يمكنكم استعمال الشاحنة الخارقة كجسر. يا للتفاخر. أوه، يبدو أن عليك أن تبقى هنا قليلاً أيها الشاحنة الخارقة. يبدو أن الشاحنة الخارقة حساس للدغدغة. هي أيتها الحمامة. كارلو أسرع، الشاحنة الخارقة لا يستطيع البقاء طويلاً. أيها الشاحنة الخارقة، هل أنت بخير؟ أوه، بالتأكيد، قوة خارقة. هل ترى قطعة الجسر المفقودة؟ واو، قوة عقلية خارقة. لقد أصلحت الجسر، أحسنت عملاً أيها الشاحنة الخارقة.
يبدو أن هناك متسابقاً جديداً في البلدة. نراكم لاحقاً جميعاً. استمتعوا بيومكم. مرحباً سوزي، ما أجمل الورود التي تحملينها. انظري، مات هناك، إنه يصطاد. مرحباً مات. احترسي سوزي، إنك قريبة من الحافة. أوه لا، هذا شيء مفزع، لقد وقعت سوزي في النهر. مات، سوزي وقعت في النهر، ماذا بإمكاننا أن نفعل؟ فكرة جيدة مات، لنستدعي الشاحنة الخارقة، سيعرف ماذا سيفعل. سوزي تحتاج مساعدتك شاحنتنا الخارقة، لقد وقعت في النهر. إلى أي مركبة ستتحول كارل؟ هذا لا يصدق، لقد تحولت إلى غواصة مذهلة. أسرع إلى النهر. انظري، إنه قادم في الماء، إنه الشاحنة الخارقة. الشاحنة الخارقة يقوم بدفع كل الرمال في النهر لتسهيل عملية خروجك سوزي. إنه يقوم بإزالة كل الأعشاب الضارة. لقد فعلها! تمسكي بهذا الحبل سوزي. ياي! الشاحنة الخارقة أنقذ الموقف وأنقذ سوزي. ها هي أزهارك سوزي. أعتقد أن الدرس الذي يجب أن نتعلمه هنا هو الحرص عندما نكون قرب الماء. شكراً شاحنتنا الخارقة، نراكم في المرة القادمة.
متحول. مرحبا فرانسيس، ماذا حدث؟ إحدى شوكاتك مكسورة؟ كيف ستنقل الحمولة الآن؟ يفترض أن تنهي عملك اليوم بدون تأخير؟ أنت بالتأكيد تحتاج بعض المساعدة. لا تقلق فرانسيس، يمكننا طلب المساعدة من كارل الشاحنة المتحولة ليقوم بعملك اليوم. انتظر هنا ريثما أحضر كارل. مرحبا كارل، استيقظ أيها النائم. فرانسيس الرافعة الشوكية يحتاج مساعدتك في رفع الأشياء، هل ستأتي معي؟ عظيم، هيا لنذهب. ما هي المركبة التي ستتحول إليها كارل؟ بالتأكيد رافعة شوكية. حان وقت التحول كارل. تحول كارل. ممتاز، تبدو تماماً مثل فرانسيس. دعنا نذهب إليه الآن. انظر كارل، فرانسيس الرافعة الشوكية في انتظارنا. انظر، من هنا فرانسيس. ممتاز، هيا بنا للعمل. رائع كارل، دعني أخبرك إن ستقوم بإنزال الصناديق. اتبعني إلى الأمام. قم بفحص منطقة التخزين. نعم، هنا توضع الصناديق. هيا. أحسنت صنعاً كارل. بقي لدينا القليل من الصناديق. أحسنت كارل. نعم، بقي صندوق واحد. نحتاج إلى إنزالهم جميعاً هنا كارل. أحسنت عملاً. أنهينا عملنا. شكراً جزيلاً كارل، أنقذت يومنا. حان وقت الذهاب إلى المنزل. وداعاً كارل،
نراك لاحقا. كارل المتحول. صباح الخير جيري. صباح الخير كيتي. هل أنتما متحمسان لاستعراض الليلة؟ مذهل. سيكون شيقاً استعراض المستشفى المحلي لهذه الليلة. أوه، انظروا، إنها أمبر، تبدو مشغولة جداً. لنذهب ونلقي عليها التحية. مرحباً أمبر، أنا متأكدة أنك احتجت الكثير من التخطيط لهذا الاستعراض. مرحباً سوزي. مرحباً مات. أنتما مشرقان جداً اليوم. ذهبتما لمغسلة السيارات صباحاً؟ واو، هذا مذهل. حسناً جميعاً، أمبر تريد منكم أن تقفوا جميعاً على الصف لكي تتدربوا على استعراض السيارات. ماذا هناك أمبر؟ أوه، جيري، يجب أن تقف أمام الخط لأنك أسرعهم. أوه، لا، ما المشكلة جيري؟ هل زادت سخونة محركك؟ لا يمكنك المشاركة في الاستعراض بوجود هذه المشكلة. ماذا بإمكاننا أن نفعل لمواجهة هذه المشكلة؟ فكرة رائعة أمبر، سنتصل بكارل ليستدعي الشاحنة الخارقة للمساعدة. مرحباً كارل، نحتاج مساعدتك. هل علمت أن هناك استعراض سيارات كبير في ميدان السباق اليوم؟ أوه، إنك تقرأ في الجريدة عن الاستعراض؟ حسناً، سيارة السباق جيري كان سيقود الاستعراض، لكن حصلت لديه مشكلة في محركه. هل يمكنك المساعدة؟ ممتاز، هيا بنا. لديك الكثير من الخيارات التي يمكنك أن تتحول إليها كارل. بالتأكيد، سيارة سباق تماماً مثل جيري. استعد، تحول كارل. واو، لقد اختلف شكلك كلياً، تبدو كسيارة سباق الآن. هيا بنا. الآن يمكنك الوصول إلى الميدان بسرعة كبيرة. أخبار جيدة لكم جميعاً، الشاحنة الخارقة هنا لمساعدتنا. يوهو، أسرع، سيكتمل الاستعراض بقدومك. هيا بنا جميعاً لنتدرب على الاستعراض. انظروا إلى الألوان المختلفة جميعها، الشاحنة الخارقة أزرق، كيتي بنفسجي، سوزي وردي، ومات أسود وأبيض. حسناً شاحنتنا الخارقة، لا تسرع كثيراً، إنه استعراض وليس سباق. حسناً شاحنتنا الخارقة، إنك لا تعلم، لذلك نحن نتدرب.
فقط عن طريق الممارسة يمكننا أن نكون أفضل. ستقوم بدور رائع في الاستعراض اليوم. لقد تدربتم جيداً، أنتم الآن جاهزون لاستعراض اليوم. شكراً لإنقاذنا من المشكلة شاحنتنا الخارقة، ومن فضلك أشكر كارل على إرسالك لنا. نراكم في المرة القادمة، وداعاً. مرحباً شارلوت، مرحباً جيري. اليوم سباق السيارات السنوي الكبير، هل أنتما متشوقان لذلك؟ ستستمتع بالسباق كثيراً جيري. لكن شارلوت تبدين قلقة. أوه عزيزتي، عليك إحضار كل هذه المركبات إلى ميدان السباق. سيبدأ السباق في 5 مساء، كيف ستقومين بذلك؟ فكرة جيدة جيري، لنستدعي الشاحنة الخارقة. أحدهم في مدينة السيارات يحتاج مساعدتك شاحنتنا الخارقة. واو، أنت في كهفك، جاهز للتحول. إلى ماذا ستتحول كارل؟ حان وقت التحول كارل، تحول كارل. مدهش! لنسرع لمساعدة شارلوت. شاحنتنا الخارقة هنا للمساعدة شارلوت. يبدو أن الأصدقاء مسرورون لرؤيتك شاحنتنا الخارقة. الآن كيف بإمكانك نقل كل هذه المركبات إلى ميدان السباق في الوقت المناسب؟ فكرة رائعة شاحنتنا الخارقة. ستقوم بنقل نصف السيارات، بينما تقوم شارلوت بنقل النصف الآخر. هكذا سيتم نقل الجميع. عمل جماعي رائع! لننطلق لميدان السباق. لقد وصلنا. شارلوت تشكرك على مساعدتها في نقل المركبات إلى ميدان السباق في الوقت المناسب شاحنتنا الخارقة.
عندما نعمل بروح الفريق ننجز أعمالنا ويتبقى لدينا وقت للمرح أيضاً. شكراً لإنقاذك يومنا، نراكم في المرة القادمة. وداعاً. Come on.